روميلو لوكاكو من الفقر إلى المجد. لم يعرف الكثير عن ماضي روميلو لوكاكو باستثناء أنه تم اكتشافه في وقت مبكر من قبل كشافة نادي ليرث. نكتشف في هذا التقرير بعنوان لدي بعض الأشياء لأقولها، قصة معقدة وبداية مهنية برغبة في انتشال عائلته من الفقر. عند سؤاله عن بداياته وبعد أخذ نفس طويل قال: أتذكر جيدا اللحظة التي علمت فيها أننا فقراء. يمكنني رؤية نظرة والدتي أمام الثلاجة. كنت في السادسة من عمري وتركت المدرسة ظهرا لأعود إلى المنزل لتناول الطعام. أمي أعدت نفس الشيء، الخبز والحليب. عندما تكون طفلا لا تفكر في الأمر، لكن أعتقد أن هذا كان كل ما يمكننا شراؤه. وبعد ذلك ذات يوم عدت إلى المنزل ودخلت المطبخ ورأيت أمي مع علبة الحليب كالمعتاد، إلا أن هذه المرة كانت تخلطه بشيء آخر. لم أفهم ما كان يحدث، ثم أحضرت لي غدائي وكانت تبتسم وكأن كل شيء على ما يرام، لكنني أدركت على الفور أنها أضافت الماء إلى الحليب. لم يكن لدينا ما يكفي من المال للحصول على الحليب طوال الأسبوع. كنا مفلسين، ليس فقط فقراء، مفلسين تماما. والدي كان لاعب كرة قدم محترف، لكنه كان في نهاية مسيرته ولم يكن لدينا المزيد من المال. أول شيء فقدناه هو التلفزيون، لم يعد بإمكاننا مشاهدة كرة القدم. كنت أذهب إلى المنزل ليلا وكانت الأنوار مطفأة، كنا نبقى بدون كهرباء لمدة أسبوعين أو ثلاثة. كنت أرغب في الاستحمام ولكن لم يكن هناك ماء ساخن. كانت والدتي تسخن الماء في غلاية على موقد الغاز، وفي بعض الأحيان كان على والدتي أن تقترض الخبز من المخبزة. في الشارع كان صاحب المخبزة يعرفني أنا وشقيقي الصغير، لذلك كان يسمح لنا بأخذ رغيف خبز يوم الاثنين وسداد ثمنه يوم الجمعة. كنت أعلم أننا نواجه صعوبات، ولكن عندما أضافت الماء إلى الحليب أدركت أنه أسوأ بكثير. نعم، كانت حياتنا كذلك. لم أقل كلمة واحدة، لم أكن أريد أن أزعجها، وقطعت على نفسي وعدا في ذلك اليوم. كان الأمر كما لو أن أحدهم أيقظني. كنت أعرف بالضبط ما يجب أن أفعله وما الذي كنت سأفعله. لم أستطع مشاهدة والدتي تعيش هكذا بأي حال من الأحوال. في كرة القدم يتكلم الناس عن القوة الذهنية، أنا أقوى رجل يمكنك مقابلته، لأنني أتذكر أنني جلست في الظلام مع أخي وأمي ونؤدي صلواتنا، وكنت مؤمنا أن هذا سيحدث. لقد احتفظت بوعدي لنفسي لفترة طويلة، لكن في بعض الأحيان كنت أعود إلى المنزل من المدرسة وأجد والدتي تبكي. لذا ذات يوم قلت لها: أمي، الأمور ستتغير، سترين، سألعب كرة القدم قريبا مع أندرلخت، سوف نكون بخير، لا داعي للقلق بعد الآن. عندما كنت في السادسة من عمري سألت والدي: في أي سن يمكنك أن تصبح لاعبا محترفا؟ قال: 16. قلت: حسنا، 16، سيكون الأمر كذلك. في كل مباراة لعبت كما لو كان نهائيا. عندما بدأت في النمو كان يضايقني بعض المعلمين وأولياء الأمور. لم أنسى أبدا أول مرة سمعت فيها رجلا يقول: مرحبا، كم عمرك؟ في أي سنة ولدت؟ عندما كنت في 11 من عمري كنت ألعب لفريق ليرث للشباب، وحاول والد أحد لاعبي الفريق المنافس منعي من دخول الملعب. كم عمر هذا الطفل؟ أين بطاقة هويته؟ ماذا تقصد ومن أين أتيت؟ لقد ولدت في أونتويرب، أنا بلجيكي. لم يكن والدي موجودا لأنه لم يكن لديه سيارة ليوصلني بها. كنت بمفردي وكان علي أن أعول على نفسي. أخرجت بطاقة هويتي من حقيبتي وعرضتها على جميع الآباء. أردت أن أكون أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ بلجيكا. كنت ألعب بغضب شديد بسبب الكثير من الأشياء، بسبب الفئران في شقتنا، لأنني لم أستطع مشاهدة دوري أبطال أوروبا، بسبب الطريقة التي نظر إلي بها الآباء الآخرون. كنت في 12، سجلت 76 هدفاً في 34 مباراة، وسجلتها جميعاً بأحذية والدي،
وبمجرد أن أصبح لدينا نفس الحاجة عثرنا على مشاركتها. ذات يوم اتصلت بجدي والد أمي وقلت له: نعم أنا بخير، سجلت 76 هدفا وفزنا بالبطولة، تتابعني الفرق الكبيرة. عادة ما كان يريد لي دائما أن أخبره كيف كان الأمر في كرة القدم، لكن هذه المرة كان غريبا. قال: نعم روم، نعم هذا جيد، ولكن هل يمكنك أن تقدم لي معروفا؟ قلت: نعم أي واحد. قال: هل يمكنك الاعتناء بابنتي من فضلك؟ أتذكر أنني كنت في حيرة، مثل ماذا يعني جدي؟ قلت: أمي؟ نعم أنا بخير، نحن بخير. قال: لا، عدني أن تهتم بها، اعتني بها من أجلي، حسنا؟ قلت: نعم جدي، فهمت، أعدك. بعد 5 أيام كان يحتضر، وفهمت ما كان يقصده حقا. أشعر بالحزن الشديد عندما أفكر في الأمر، لأنني أتمنى لو كان قد عاش 4 سنوات أخرى ليراني ألعب لأندرليخت. عندما كنا أطفالا لم نتمكن حتى من مشاهدة تيري هنري على شاشة التلفاز. الآن أتعلم منه كل يوم مع المنتخب الوطني، يجاور أسطورة عن قرب ويخبرني كيف أشغل المساحة كما فعل. أتمنى لو كان جدي هناك ليشهد هذا. أنا لا أتحدث عن الدوري الممتاز، لا عن مانشستر يونايتد، ولا عن دوري أبطال أوروبا، ولا حتى عن كأس العالم. تمنيت لو كان هنا ليرى الحياة التي نعيشها الآن. أتمنى أن أتصل به وأخبره: انظر ابنتك بخير، لم يعد هناك فئران في الشقة، لم نعد ننام على الأرض، نحن بخير الآن، لم يعد عليهم التحقق من بطاقة هويتي، إنهم الآن يعرفون اسمي روميلو لوكاكو.